لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في رسالة جديدة نقدمها لحضراتكم من بعثة الحج الكويتية في فندق فور بوينتس بحي النسيم في مكة المكرمة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. عقد رئيس بعثة الحج الكويتية المهندس فريد عمادي اجتماعا مع رؤساء الوفود واللجان المشاركة في البعثة لمناقشة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج دولة الكويت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. تو احنا انتهينا من اجتماعنا مع فرق مختلفة لتمثل الجهات الحكومية في بعثة الحج الكويتية. الحمد لله كان اجتماع مثمر، وحقيقة كل الوفود أكدت على جهوزية استقبال الحجاج وجهوزية الأعمال كلها، والحمد لله في هذا العام بعثة الحج الكويتية متميزة عن السنوات الماضية، سواء في جودة الخدمة ونوعية التجهيزات والاستعدادات المتكاملة لخدمة حجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت. بفضل الله سبحانه وتعالى كل الجهات، سواء وزارة الأوقاف، وزارة الصحة، وزارة الإعلام، وزارة الداخلية، الإطفاء، وزارة دولة شؤون الشباب، كلهم حقيقة قاموا بكل التجهيزات والأعمال والترتيبات، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما عندنا أي معوقات. والسلطات في المملكة العربية السعودية يشكرون حقيقة على الجهود الكبيرة والجبارة اللي قاعد يقومون فيها في خدمة الحجيج، ومتعاونين حقيقة مع بعثة الحج الكويتية تعاون كبير وكبير جدا، وما نقول لهم لا جزاكم الله خير، والله سبحانه وتعالى يكتب أجركم. وإحنا حقيقة وياهم في خندق واحد وفي ميدان واحد لخدمة حجاج دولة الكويت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. قام رئيس بعثة الحج الكويتية بجولة تفقدية لعدد من الحملات الكويتية للوقوف على آخر الجهود المبذولة من قبلهم لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج دولة الكويت. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بداية، قمتم بجولة في عدد من الحملات الكويتية، كيف وجدتم الاستعدادات خصوصا وأنه متوقع وصول الحجاج الكويتيين ابتداء من الغد لمعظم الحملات الكويتية؟ في الحقيقة احنا اليوم كنا في جولة مع على بعض الحملات الكويتية للتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الحجاج،
طبعا في حجاج راح يوصلون اليوم وفي حجاج راح يوصلون في الغد، اغلب الحملات راح توصل في الغد ان شاء الله تعالى. حقيقه من خلال الزيارات اللي شفناها مع الحملات، الحملات كلها مستعده وجاهزه لاستقبال الحجاج، سواء يعني في تجهيز الغرف وحتى ايصال الشنط بالنسبه للحجاج موجوده في غرفهم مع كل التجهيزات اللازمه من البوفيهات واماكن الاستقبال، وكل الخدمات حقيقه متوفره لدى الحملات. وهذا حقيقه شيء يعني يثلج الصدر لما نشوف حملاتنا، حملات الحج الكويتيه تقدم افضل الخدمات على مستوى العالم الاسلامي. فبفضل الله سبحانه وتعالى اليوم تأكدنا وشفنا حقيقة هذه الحملات اللي زرناها كلها حقيقة مستعدة استعداد كامل لاستقبال الحجاج. في بعض الحجاج راح يحصلون الآن بعد قليل وهم موجودين في المطار، وبعضهم إن شاء الله في الغد بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نود أن تحدثنا أستاذ محمد عن جولتكم في عدد من الحملات التي قمتم بها اليوم، وكيف وجدتم استعدادات هذه الحملات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام من دولة الكويت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أثلج صدرنا حقيقة ما رأيناه اليوم من تطور مستمر وملحوظ لحملات الحج الكويتية، وهي دائما في الصدارة ودائما في الريادة كما تعودنا دائما. ما زال التطور مستمر في حملات الحج الكويتية من تقديم الخدمات منذ تسجيل الحاج إلى وصوله إلى حين عودته إلى أرض الوطن. اليوم خلال الجولة أثبتوا حملات الحج الكويتية أنهم أهل لإدارة الحملات الحج، وأنهم على قدر من المسؤولية والإبداع والتميز والجودة في الخدمات المقدمة لحجاج دولة الكويت. أول شيء يشكرون يعني السلطات السعودية على تسهيل من دخول الحجاج إلى التفويج إلى المرور بالشوارع، يعني الباصات، يعني عندهم خطة محكمة حقيقة يشكرون جدا عليها. ثم بالنسبة لإخواننا في البعثة ما قصروا تذليل جميع العقبات، والبعثة الطبية كذلك جميع العقبات للحجاج في أي استفسار، في أي يعني نقص، في أي شيء، حتى بالنسبة للمرضى أول بأول. فحقيقة يشكرون البعثة على جهودهم التي يبذلونها حتى في زيارات للحملات تفقدية، يعني قاصركم شيء، تبون شيء، اي هذه الامور حقيقه يشكرون عليها جدا جدا بالنسبه لي يعني البعثه الكويتيه. الله يجزيهم خير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك لبيك. من الادوار الرئيسيه اللي احنا دائما نستخدمها اللي هي تفويج حجاج بعثة الحج الكويتية. شنو يعني تفويج؟ احنا راح نمسك الرايات ننتقل من عرفة إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى الجمرات، المناسك هذه كلها احنا قاعد نمسك الراية وننتقل مع حجاجنا ونوجههم ونرشدهم إلى أماكن بعثة الحج الكويتية. لك والملك لا شريك لك لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. مشاهدينا، نصائح مفيدة وعدد من المعلومات في مجالات مختلفة يقدمها لحجاج بيت الله الحرام مختصون في مجالات متعددة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. نصيحتنا اليوم للحجاج الكرام من مرضى الربو، طبعا الربو ممكن يزيد في موسم الحج بسبب الإجهاد اللي يقوم فيه الحاج، وكذلك بسبب الدخان والأبخرة الموجودة. للوقاية من هذه المشكلة طبعا المهم هو الالتزام بأدوية الوقاية مثل البخاخات اللي يستخدمها المريض، كذلك طبعا في وقت الأزمة ضروري جدا استخدام أدوية الموسعة للشعب الهوائية، ضروري جدا إذا كان مدخن أنه يمتنع عن التدخين لأنه أكيد راح تزيد المشكلة.
طول فترة الحج إذا استخدم الأدوية واستمر عليها طبعاً إن شاء الله ما تصيبه هذه المشكلة. كذلك مهم جداً استخدام الكمام الواقي علشان لا تحوشه هذه الأبخرة فيتأثر فيها. طبعاً نتمنى لكم إن شاء الله الحج مبرور وسعي مشكور، وإن شاء الله أموركم تمشي من غير أي أزمة. تدربوا. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، لكم أجمل تحية من الوفد الإعلامي المرافق لبعثة الحج الكويتية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.